مرحبا بكم شباب على قناة أسبيرو جيم. شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة. الآن إن شاء الله سوف نلعب لعبة السيارة المستحيلة. بعد أن أنهينا الدراجة المستحيلة ننتقل إلى السيارة المستحيلة. شوفوا السيارات يا سادة، شوفوا هذه السيارة مزار كشاء، ألوان جميلة جدا، عجلات غاية في الجمال. الله على هذه السيارة، إنها الفيراري يا سادة، ثمنها 2000 جنيه استرليني أو 2000 نقطة. نحن نملك 50 نقطة فقط. مولجافيل هنا يقول طيز طيز، يعلق يصفر. إذن فلنبدأ على بركة الله. هذه هي مراحل اللعبة، أزيد من 15 مرحلة. نبدأ في المرحلة الأولى وأنتم محظوظون لأنكم تشاهدون هذه المرحلة. شوفوا المسار، شوفوا على كيفو المسار في السماء مباشرة. هنالك خط النهاية، ولكن خط النهاية مليء بالمطبات، وإذا سقطنا سوف نسقط إلى أسفل السحب. السحب هناك، إذن فلننطلق. شوفوا السرعة، شوفوا مسار ضيق، مسار ضيق للغاية، فقاعات خضراء. لا لا، شوفوا يا سادة، فلننطلق بسرعة البرق. لا، سقطنا. شوفوا كيف السقوط، شوفوا السقوط. نعيد مجددا، أقل من 14 دينية، يجب أن نصل. لا، 9 ثواني، 8 6 5، هل سوف نصل؟ ثانيتين، وصلنا. 0-0 يعني الفينيش. 147 نقطة. ساكسسد رورد ريورد. ننتقل إلى المرحلة الثانية. شوفوا المسار، البداية هنا والنقطة الخضراء والفقاعة الخضراء الحمراء، إذا لم نأكل الخضراء. شوفوا خط النهاية، وينو وينو يا فينو. إذن ننطلق مجددا، يجب دواخي الحذر، فالمسار ضيق للغاية. الله، سيري يا سيارة، سيري على مهل، لا تسقطي يا سيارة، إنها أحسن سيارة في التاريخ. سقطت. لا لا يا سادة، شوفوا على السيارة، هذا المنعطف، أخطر منعطف في اللعبة، و19 ثانية، هل سنصل؟ هل سنصل؟ 12، هل سنصل؟ 9، وصلنا يا سادة، وصلنا قبل 4 ثواني من الفينيش. Are you enjoying this game? Yes. 141 نقطة. شاهدوا معنا الراوند الثالث، شوفوا المسار، شوفوا الفقاعات، هنا سوف نقفز. شوفوا المسارات، الوعرة فوق السحب، مسارات فوق السحب. شوفوا وين خط النهاية، يجب المرور من هنا. شوفوا خط النهاية وينه، سيري على بركة الله. الفقاعة الخضراء، الطيران هنا، شوفوا. الله الله على السيارة، الله الله على السيارة،
لن تنقلب يا سيارة. كادت أن تسقط. هذه السيارات فراملها قوية جدا، وناقل السرعات لا يجد بها ناقل سرعات، هناك دواسات البنزين فقط. شوفوا الفرامل لا نسقط. الاحترافية في السياقة، يجب الاحترافية لكي تصل قبل فوات الأوان. يجب هنا أن نطير. الله، وصلنا قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، 123 نقطة. كم لبثنا هنا؟ 1000 عام. شوفوا المطبات، بدأ المضمار يصعب شيئا فشيئا. شوفوا هنا المطب، هنالك خط النهاية. الله، على من لم يشاهد هذه اللعبة فقد ضيع نصف عمره. هل سنصل في الوقت المناسب؟ انقلبت السيارة. لا، شوفوا خط النهاية هناك وإلى الأسفل مباشرة. نعيد الكرة، وليس في كل مرة. تسلم الجراح. لا، إنني ألعب السيارة المستحيلة، إنني بكامل قواي العقلية، ولكن هذه السيارة تفقدني صوابي. نحن في مسار ضيق. هل سوف نصل؟ الحمد لله، أكلنا الفقاعة الخضراء وأعدنا من الفقاعة الخضراء. لا تسقط يا سيارة، فرامل قوية. لا تسقط يا سيارة، سيري يا سيارة. شوفوا الفيراج، شوفوا اللفة، شوفوا الدوران. سيري يا سيارة، هي السيارة الحمراء. لا، سقطت السيارة. شوفوا هناك خط النهاية. يا سادة، 23 ثانية، يجب أن نصل. لا تنقلب يا سيارة، لا تخونينا في نهاية المطاف. لا تخونينا في نهاية المطاف. سيري يا سيارة، 11 ثانية، 10 ثواني، سوف نصل. 8، شوفوا على كيف. الله، يجب الوصول، يجب الوصول. هل وصلنا؟ لا، كيدنا نصل ولكن فلد. لا يهم، لدينا فرصة أخرى. دائما ما تكون هناك فرصة أخرى، دائما ما يكون هناك أمل، دائما ما يكون هناك سبيرو باللغة الإيطالية. سيري يا سيارة سبيرو، سيري فشعب سكركر هنا وراءك، لا تسقطي. الله الله، فلتحلقي عاليا ولكن توخي الحذر. لا بأس أن نعيد، إنه المسار هنا. أعطونا المسار بالغلط ولكن نحن حذرون، نعلم كيف نسوق هذه السيارة. خبرة كبيرة في السياقة. الرخصة السياقة هنا. لا، سقطت بالوراء. لا يهم، أكيد الفقاعة الخضراء مجددا. شوفوا السياقة هنا كأنه الواقع، الواقع الافتراضي هنا. الجرافيك عالي جدا، جرافيك هذه اللعبة عالي، وكأنك تسوق سيارة حقيقية. شوفوا المنعطف، شوفوا خط النهاية هناك. وثلاثة. الله، أكلنا الفقاعة الخضراء. لا يهم، فإذا أكلت الفقاعة
إذا أكلت الفقاعة سوف تعيد من مكانك الذي أكلت فيه الفقاعة. لا يهم، لا تسقط يا السيارة، يجب أن نطير. هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ نعم، الفينيش يا سادة. أين الفتيات؟ أين الفتيات الوسيمات؟ نريد الفتيات الوسيمات. دعونا نرى أين وصلنا في هذه اللعبة. وصلنا المرحلة الخامسة بكل سهولة. إذن فلنتمم المرحلة الخامسة، دقيقتان فقط يجب الوصول. شوفوا المطبات هنا، شوفوا يا سادة، شوفوا اللافة على اليمين واللافة على اليسار. أو سقطت، لا يهم، اللافة على اليمين ثم اللافة على اليسار ثم السرعة. يجب الإسراع، يجب الإسراع. أوه، شوفوا الفقاعة الخضراء هنا، اللفة والسقوط، سقوط مدوي للسيارة من أعلى مستوياتها. لف يا سيارة، ليش؟ دقيقة وثلاثون ثانية، يلا هلا عليك يا سيارة، يلا عليك يا سيارة. هو سيارة الفقاعات، شوف الطيران، شوف الأمان، شوف، لا، شوف خط النهاية هناك، شوف السقوط المدوي للسيارة، ابتعاد خط النهاية. سوف نسوق بهذه الشاكلة هنا. لا تسقط يا سيارة، سيري أقل من دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. لا، الحمد لله أكلنا الفقاعة الخضراء. يا الفقاعة الخضراء، طيري يا سيارة، سوف تنقلب. كان من المتوقع أنها سوف تنقلب. لا يهم، أسبرو، سيري يا سيارة، طيري. لا، 20 ثانية، 19، 17. لا لا ثم لا وألف لا. 8 ثواني، 7 ثواني، 6. أسرع نهائية الوصول إلى خط النهاية سادتي وسادتي. شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة. 109 نقاط، سوف نرى الرصيد هنا، 711 في الحلقة المقبلة. إذا استطعنا إتمام 500 نقطة سوف نشتري هذه السيارة، أو ننتظر إلى 1000 نقطة ونشتري هذه. مميزات عديدة، 1500 بهذه الزرقاء، 2000 نقطة في هذه الحمراء. سوف نشتري كل هذه السيارات. إذا كما ترون هنا، الحلقة المقبلة سوف نلعب الراوند السابع. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة، إلى اللقاء.